السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. اليوم جمعة مباركة علينا وعليكم يا أهل متابعين. اليوم التاريخ 26/6/1440. يا أبو الشباب شوف هذا بستخدم الآن، خلطة ولد الشرقية. كثير يسألوني حق الأفراس، طبعا هذه جدا ممتازة حق الأفراس، خصوصا إذا كانت ترضع أو حامل، ممتازة جدا هذه البذور حق خلطة ولد الشرقية. بس معروف الأفراس ما تشرب ماي، وفي اشياء مثلا اي شيء تحطه مع الماي مستحيل الفرس اللي هو تشرب الماي بدون اي شيء يعني تضيف عليه على الماي ما تشرب اللي هو الافراس. طبعا شوف هذه الطريقه الصحيحه، استكانه واحده على 20 لتر مده 10 ايام الى 15 يوم. طبعا هذا حطيت يمكن استكانه من خلطه ولد الشرقيه حق التسمين الافراس، وهذه صبيت الماي نخليه مع الوافي ومع الشوار. زي ما علمتكم عندي فرس لقاح ما شاء الله تبارك الله، وهذا حطيت لها استكانة واحدة من خلطة ولد الشرقية، اوكي، حق الافراس. طبعا هذه الطريقة حق الافراس. عبناه ماي نفس هذا السطل، استكانة واحدة مات الشاي على 20 لتر مدة 10 ايام الى 15 يوم بالشهر. اذا كانت الفرس لقاح او ضعيفة استخدم هذه الاستكانة، اما اذا كان عندك قنم استكنتين في نفس هذا 20 لتر استكنتين، واذا كان عندك بعير او اي شيء تبغى تسمنه حط استكنتين، اوكي. فهمنا الطريقه يا ابو الشباب. طبعا انا حطيت الان اللي هو خلطه ولد الشرقيه، نخلي الوافي اللي هو وافي يذوب بس، وبعدين نحط عليه الشوار. معروف الافراس يعني حتى لو حطيت مثلا استكانه ونص ماكو مشكله، لان هذه كلها. طبعا الان حطينا الخلطه، نحاول نحركها مع اللي هو المويه، اوكي، وبعدين نقول ما شاء الله تبارك الله، نحط الشوار، اوكي. قدامكم يا ابو الشباب بحط حق الفرس الان، زي ما علمتكم لقاح تقريبا شهر ما شاء الله. هذه الطريقه. وهم ما يمنع يا ابو الشباب، ما يمنع لو حطيت مثلا الطريقة الثانية، لو حطيت مثلا عندك استكانة وحطيتها على الأكل هم ما يمنع، ممتازة جدا وتحركة، أوكي. إن بغيت هذه الطريقة بس أفضل شيء مع الموي، أوكي. هذا أنا قدامكم يا أبو الشباب، حطينا حق الفرس ما شاء الله. طبعا هذه الفرس اللي الآن نبغى نسمنها، شوف كيف ضعيفة، وهذه بتها عمرها تقريبا شهر. هذه الفرس شوفها كيف ضعيفة. وهذا حطينا خلطة ولد الشرقية حق الفرس ما شاء الله تبارك الله، وهذه قدامكم شوفها كيف ضعيفة لقاح شهر، وان شاء الله وهذه المهرة حقتها. اذا اراد الله ان شاء الله السنة الجاية اوريكم ان شاء الله تجينا مهرة ان شاء الله، نتمنى ان الله يرزقنا بمهرة مثل اختها. بس حبيت اوثق لكم ان الخلطه ممتازه جدا، والافراس تاكلها وهم تشربها، بس افضل شيء مع المويه، بس المويه زي ما علمتكم الافراس ما تشرب المويه اذا في اي شيء، معروف يعني الخيول ما تشرب المويه اذا كان في شيء. البديل نحط اللي هي استكانه واحده في 20 لتر مده 10 ايام الى 15 ايام، زي ما علمتكم تفتح الشهيه وقايه عن جميع الامراض باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مليون بخلطة ولد الشرقية والله. ونقول صباح الخير على الجميع، ما شاء الله تبارك الله، هذه خلطة ولد الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض، ذاهبة إلى منطقة الرياض ما شاء الله تبارك الله. وما شاء الله خلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تقريبا 5 اسطول تسمين و12 علبة للوقاية عن جميع الأمراض. طبعا يا ابو الشباب احنا قلنا 12 علبة نحسب لك ب 70 ريال، إذا تاخذ 12 سطل نحسب لك ب 90 ريال، أما 5 6 7 اسطول نحسبها لك ب 100 ريال، ما شاء الله تبارك الله. هذا مكتب زاجة، واليوم السبت يا ابو الشباب، ونقول مرحبا مليون بخلطة ولد الشرقية. زي ما علمناكم سعر الجملة ب 70، سعر الجملة ب 90، ما شاء الله ما في مجال يا ابو الشباب نسوي ديسكاونت. مرحبا مليون بخلطة ولد الشرقية والله.